ثم بعده يبين شروط الولي. نعم، وشروط في الولي عدالة. ثم من الولي؟ سيأتي في فصل ناتي من الولي. هذا الترتيب بين الأولياء كله سيأتي. قبله يبين الشرط في الولي وشروط في الولي عدالة وحرية وتكليف. وهنا ما معنى العدالة؟ ظاهر العدالة أو مستور سطور العدالة أو يعني قوة العدالة. هنا الظاهر أنه جرى على عدالة عدم الفسق. بالعدالة معناه عدم الفسق يعني كما يؤخذ من الباجوري. يعني سطور العدالة هنا أيضا ليس ضبوط العدالة، فيه خلاف كما يشير إليه فيما بعدنا. وشرط في الولي عدالة وحرية. فإذا هذا الصبي لا حرية يعني الرقيق لا يصير والتكليف. ثم كما سبق يلزم التكليف الإسلام كذلك البلوغ. نعم، فإذا الصبي لا يكون وليا. ثم فلا ولاية لفاسق غير الإمام العلمي. غير الإمام العلمي لأن الفسق نقص يقدح بالشهادة فيمنع الولاية. أما السلطان الإمام العظم يعني السلطان لو كان فاسقا فلا يقدح في ولايته. ثم لماذا يقدح الفسق في الولي؟ هذا الذي يذكر لأن الفسق هذا دليل لشرط العدالة في الولي لأن الفسق نقص يقدح في الشهادة فيمنع الولاية. أيضا كالرق الرق أيضا هكذا نقص في الشهادة فيمنع الولاية. هذا هو المذهب المختار. هذا هو المذهب. نعم، المذهب يعني هذا هو الراجح. هكذا فإذا لأن الفسق يقدح بالشهادة فيمنع الولاية يقتضي هذا القول أن كل ما يقدح بالشهادة يمنع الولاية، أليس كذلك؟ يعني خارم المروة قادح بالشهادة كما سبق. خارم المروة يعني عنده صناعة أو حرفة وهذه الحرفة تخرم المروة وهذا الرجل لا يأتي شاهدا بل يكون له ولاية. فإذا هذه العلة تقتضي أن ما يقدح بالشهادة يقدح بالولاية لكن ليس على ظاهره. لماذا؟ لأن خارم المروة لا يقدح في الولاية بخلاف الشهادة. كتب هنا يقتضي أن كل ما يقدح بالشهادة يمنع الولاية وليس كذلك لأن ارتكاب خارم المروءة نقص يقدح بالشهادة ولا يمنع الولاية ولأن الكافر يلي الكافرة إذا لم يرتكب محذورا في دينه. يكون للكافر ولاية على الكافرة بخلاف الشهادة الكافر لا يكون له شهادة. ثم سواء كان الزوج كافرا أو مسلما في الذمية يعني هذا في الكتابية فهناك يكون للكتابي ولاية يزوج بنته الكتابية لمسلم ولا يصح كونه شاهدا في هذه الحالة لا يصح كونه شاهدا لأن الكفر قدهم بالشهادة أجيب عن الأول. هكذا يعني الاعتراض هذا الاعتراضان على هذه العلة أجيب عن الأول بأن المراد بالنقص النقص المتفق عليه قادحا في الشهادة لأن خارم المروءة فيه وجهان واللصح عدم الصحة كما يعلم من المحلين ويجعل قوله كالرق قيدا للنقص. فإذا فيمنع الولاية كالرق. فإذا ناقص في الشهادة أي ناقص قادح؟ قادح مثل الرق ليس كل قادح بل قادح مثل الرقيق مانع للولاية. فإذا هذا عدم العدالة من أمثلة الرق. الفسق من أمثلة الرق في القدح بالشهادة فكلاهما مانع عن الولاية أيضا. ثم وعن الثاني بفرق الضرورة في الولاية دون الشهادة كما صرح البرلسي في حواشي المحل. فإذا على في الكافي ولاية الكافر هو يعني القاعدة هكذا وهو يقتضي أن لا يكون الولاية لكافر لكن لأجل الضرورة كأنه قسطسي. نعم هكذا. ثم بعده ما هو
دليل هذا الشرط شددت في الولي عدالة وحرية وتكليف. ما هو دليل شرط العدالة في الولي؟ هذا الذي يقول للخبر الصحيح لا نكاح إلا بولي مرشد. إذا للخبر الصحيح هو يتعلق بقوله يعني يمنع الولاية. نعم، يمنع الولاية كالرق، هذا هو المذهب. لماذا صار هذا مذهبا راجحا لهذا الحديث؟ يعني الخبر الصحيح لا نكاح إلا بولي مرشد. من هو المرشد؟ أي عدل. نعم. وقال بعضهم إنه يلي، يعني الفاسق له ولاية. نعم، هذا معترض قوله ومقابل قوله، هذا هو المذهب، الفاسق يلي مطلقا. والذي اختاره النووي كابن الصلاح والسبكي رضي الله عنه، ما أفتى به الغزالي رحمه الله من بقاء الولاية للفاسق حيث تنتقل لحاكم فاسق. نعم، فإذا هذا يعني قول ثالث، لو تنتقل الولاية إلى حاكم فاسق فالولاية باقية يعني في الولي الخاص، هذا الحاكم هو ولي عام. إذا لو تنتقل الولاية الخاصة إلى الحاكم بسبب فسق الولي الخاص تبقى، وإلا لا تبقى. يعني هذا فسق قاضي بناء على قوله، لكن في هذه الحالة فقط تبقى. لكن هم قالوا ثم ولو تاب الفاسق توبة صحيحة زوج أعلن. هذا فرق بين اعتبار العدالة في الشاهد والولي. في الشاهد لو تاب الفاسق لابد من استبراء لمدة سنة، أما بالنسبة إلى الولي بعد التوبة يزوج حالا. لماذا؟ لأن الشرط يعني هنا الشرط عدم الفسق للعدالة التي هي ملكة تمنع من اقتراف الذنوب. يعني بالشاهد ذكرنا العدالة، ما معنى العدالة هناك؟ هناك معنى العدالة ملكة تمنع من اقتراف الذنوب، ليس عدم الفسق. أما هنا في الولي ليس المراد بالعدالة تلك القوة والقدرة والملكة، بل المراد بالعدالة عدم الفسق. لو تاب صار الرجل عديم الفسق لا يكون له هذه الملكة، ممكن لا يكون له هذه الملكة، ومع ذلك لا يقال فيه أنه يوجد فيه الفسق، بل عدم الفسق هذا القدر، لذلك يزود حاله. لذلك هنا أيضا يأتي يعني مسألة الاستتابة، الزوج الولي يتوب إلى الله تعالى قبل مباشرته لعقد النكاح، وبعد التوبة يصيح حالا. يعني لو كان فاسقا يأتي هنا مسألة الاستتابة والتوبة على ما اعتمده شيخنا، يزبط حالا فيه خلاف، لكن هذا هو ما اعتمده شيخنا ابن عبد الرحمن الله كغيره. من هو الغير؟ هذا شيخ زكريا الأنصار وكذلك الخطيب والرملي كله. لكن الذي قاله الشيخان إنه لا يزوج إلا بعد الاستبراء، يعني عند شيخين العدالة هنا وبالشاهد سواء، معناه الملكة التي تمنع اقتراب الكبائر اقتراب الذنوب. نعم، واعتمده السلوكي. ثم هذا مسألة يعني الفاسد هو معترض باشتراط العدالة. ثم ولا الرقيق كله أو بعضه لنفسه، ولا الصبي ومجنون، فهؤلاء أيضا لا يزوجون. إذا أنا أعتقد على قوله هذا بالجفر. نعم، أعتقد على قوله لفاسق فلا ولاية لفاسق ولا لرقيق. مجرور، ولا لرقيق كله او بعضه لنفسه، ولا لصبي، ثم ولا ومجنون لهؤلاء ليس بلاية لنفسهما. ايضا لنفس الرقيق ثم لنفسهما، يعني لنفس الصبي والمجنون. وان تقطع الجنون تغليبا لزمنه المقتضي لسلب العباره. نعم، ويزوج الابعاد في هذه الحالات، ما يزوج الابعاد زمنه فقط، يعني
هذا مسألة مسألة خصوصا بمجنون يتقطع جنونه. فإذا يوما يعني جنون، ثم يوما ليس جنون، ثم أسبوع ليس جنون، ثم يأتي جنون، هكذا يتقطع. فإذا هل تنتظر إفاقته؟ لا تنتظر إفاقته، بل وقت الجنون يزوج اللبان. فإذا وقت يعني لو اتفق عقد النكاح بوقت جنونه يزوجها الأبعد، لا تنتظر. هذا الذي فيزوج الأبعد زمنه فقط ولا تنتظر إفاقته. نعم، إن قصر زمن الجنون كيوم في سنة انتظرت إفاقته. فإذا هكذا تفسير المجنون المتقطع جنونه، لو كان زمن الجنون قصير جدا انتظرت إفاقته، وإلا يزوجها الأبعد. وكذي الجنون ذو ألم يشغله عن النظر بالمصلحة، ومختل النظر بنحر حرم، ومن به بعد الإفاقة آثار خبل توجب حدة في الخلق. وهؤلاء كلهم ليس لهم ولاية. مثل الجنون من؟ مثل ذي الجنون، صاحب الجنون. مثل المجنون ذو ألم يشغله عن النظر بالمصلحة. فهذا الرجل صاحب ألم كبير بسبب مرض، إما صداع أو ألم في بطن أو يعني هكذا ألم، هو مختل نظر بنحر حرم، يعني هو كبير السن حتى يختل نظره فكره، لا يستطيع أن يفكر يعني في زوج صالح لهذه المولية، أن يفكر في أوصافه كذا وكذا وكذا، عندئذ هو ليس وليا. كذلك من به بعد الإفاقة، هذا يعني كان مجنونا لكن أفاق بعد الإفاقة يبقى فيه آثار خبل توجب حدة في الخلق، يعني في بعض الأحيان يعمل كأنه مجنون وليس به جنون مع ذلك، فهكذا آثار باقية لجنونه. فهؤلاء ليسوا أولين. نعم، ثم فإذا الخلاصة يعني مرض أو شيء يعني يخل بالنظر الصحيح، وإذا ليس بولي. فإذا في هذه الحالات من يزوج؟ يعني لو كان هذا الولي فاسقا أو رقيقا أو صبيا أو هكذا مجنونا، أو يعني هكذا صاحب ألم يشغله عن النظر بالمصلحة، أو هو مختل النظر بسبب حرم، أو يعني فيه هكذا آثار خبل، عندئذ من يزوج؟ هذا الذي يقول: وينقل ضد كل من الفسق والرقي والصبا والجنون. هذا هو بيان للضد، ضد كل، كل يعني من العدالة والحرية والتكليف، هذا الذي ذكر سابقا، ضد هذه الكل هذا الفسق والرق والصبا والجنون، ثم ذكر ما بمنزلة الجنون، ضد كل هذا ينقل ولاية لأبعد. فإذا هذا يعتبر فقدان الولي شرعا. نعم، لو لم يوجد الولي شرعا يزوج الأبعد ولاية لأبعد، لا لحاكم ولو في باب الولائي. ولو في باب الاتقاء. إذا لو لم يوجد في المعتق هذه الشروط، من يزوج؟ يزوج الأبعد، لا يزوج الحاكم. حتى لو اعتق شخص عامة ومات عن ابن صغير وأخ كبير، كانت الولاية للأخ على الحاكم. أخو المعتق يزوج. للحاكم على المعتمد. ولا ولاية أيضا لأنثى. ولا ولاية أيضا لأنثى. فلا تزوج امرأة نفسها ولو بإذن من وليها ولا بناتها خلافا لأبي حنيفة رضي الله عنه فيهما. ولا ولاية أيضا لأنثى، يعني سبق أن بينا لا ولاية لفاسق ولا رقيق ولا صبي ولا مجنون، كذلك لا ولاية لأنثى. لماذا؟ هذا للولي الذكورة شرط. فلا تزوج امرأة نفسها ولا بناتها أيضا ولو بإذن من وليها، يعني في المذهب الشافعي ماذا؟ لا تباشر امرأة عقد النكاح، سواء كان تزويجا لنفسها او تزويجا لبنتها
أو تزويجا لأجنبية بوكالة من الولي أيضا. فإذا رجل يوكل امرأة للمباشرة بالنكاح لا يكفي، لا يستطيع هذا. نعم لا لحاكم ولا ولاية أيضا لأنثى، فلا تزوج امرأة نفسها ولو بإذن من وليها ولا بناتها، خلافا لأبي حنيفة رحمه الله فيهما، يعني عنده المرأة تزوج نفسها وتزوج بنتها، ويقبل إقرار مكلفة به لمصدقها وإن كذبها وليها، لأن النكاح حق الزوجين فيثبت بتصادقهما، ثم يقبل إقرار مكلفة به يعني بالنكاح لمن؟ لمصدقها، لمصدقها يعني لزوج مصدق لها لهذه المكلفة، يعني هي أقرت بالنكاح، وإن كذبها وليها يعني امرأة مكلفة بالغة هي قالت أنا متزوجة، وإن كذبها وليها، لماذا؟ لأن النكاح حق الزوجين فيثبت بتصادقهما. إقرار مكلفة يعني إقرار مرة مكلفة، وهذا ذكر إقرار المرأة، فإذا لو كان إقرار المكلف أيضا هكذا كما ذكر في جرير من أقلنا زيادة، وكذا عكسه أي إقرار مكلف به لمصدقته. يجب في هذا الإقرار التفصيل، فإذا لا بد من قولها زوجني منه ولي بحضور عدلين ورضايا إن كانت ممن تعتبر رضاها، هكذا ينبغي أن تفصل هذا الإقرار. نعم ثم بعده يبين من الولي، وهو أي الولي أب فأبوه ويزوجان. إذا وأولياء أنواع، ولي مجبر ولي غير مجبر، فإذا بسبب اختلاف نوع الولي يختلف الحكم أيضا. فإذا أولا ذكر يعني الولي المجبر وحكمه، هذا الذي يقول وهو أب فعند عدمه حسا أو شرعا، حسا أو شرعا يعني وهو ما هذا يعني ما يعني عدمه حسا، عدمه شرعا كما سبق يعني ما هو فاسق أو رقيق أو صبي، صبي يعني مثلا هذا أخو هذه المرأة غير بالغ هكذا، أو هو مجنون ذكرنا هناك يزوج الأبراج، وهذا الذي صرح هنا فأبوه وإن على ويزوجان الأبو والجد حيث لا عداوة ظاهرة، أو لا عداوة ظاهرة بكرا أو ثيبا بلا وطئ بغير إذنها لكفء، لا ثيبا بوطئ إلا بإذنها نطقا بالغة، هذا فإذا يزوجان الأب والجد حيث لا عداوة ظاهرة، فإذا لو كانت هناك عداوة بين الأب وبين هذه المرأة لا يزوج إلا بالإذن، فإذا هذا شرط عدم العداوة الظاهرة شرط لنكاحهما بدون الإذن، العداوة الظاهرة إذا ليس هذا مجرد الكراهة بينهما الخصومة بينهما، بل العداوة الظاهرة كيف تكون ظاهرة بحيث لا يخفى على أهل محلتها، لا تخفى هذه العداوة على أهل محلتها، هذه العداوة الظاهرة عداوة بينها وبين الولي هذا، وحيث لا عداوة بينها وبين الزوج أيضا، حيث لا عداوة هكذا أطلق الظاهر أن هذه العداوة بين الزوج بين الولي وموليتها يعني بين بنته بنته هكذا، لكن لو كانت عداوة بينها وبين الولي لا بين الزوج لا يزوجها لهذا الزوج إلا بإذنها أيضا، حيث لا عداوة بينها وبين الزوج، فإذا لو كان عداوة بين الولي والزوج ليست عداوة بين المرأة والزوج، بل عداوة بين الولي والزوج الإعتاد إلى إذن الله،
وإنما لم يعتبر ظهور العداوة هنا كما اعتبر بينها وبين الولي. ثم بالعداوة بين الولي، لا بين المرأة والزوج لا يعتبر يعني الظهور، بل يعتبر هناك مجرد عداوة لو كانت خفية أيضا يحتاج إلى الإذن. فإذا هناك بين المسألتين فرق، لو كانت العداوة بين الولي والمرأة والبنت متى يحتاج إلى الإذن؟ لو كانت ظاهرة. أما لو كانت العداوة بين المرأة وزوجها فلا يحتاج إلى الظهور في اشتراط الإذن، بل في مجرد كراهة. لماذا؟ لظهور الفرق بين الزوج والولي. أما مجرد كراهتها له من غير ضرر فلا يؤثر، لكن يكره لوليها أن يزوجها منه كما نص عليه في اللبنين. لو كانت عداوة غير ظاهرة يكره للولي أن يزوجها بدون إذنها، هما بكرا أو سيبا يزوج هذان الأبو والجد، يزوج سيبا أيضا بغير إذنها، لكن هذه السيوبة ينبغي أن تكون بلا وطئ. لو كانت السيوبة بوطئ يحتاج إلى الإذن فإلا لا يصفها سيبا بلا وطئ. كيف هذا؟ كما زالت بكارتها بنحو إصبع، هكذا زالت بكارتها بنحو إصبع، يعني هي زالت بكارتها بإصبعها أو بشيء آخر، أو يعني بعافة أيضا ممكن، هي سقطت سقوطا عنيفا زالت به بكارتها، أو بسبب مرض زالت بكارتها، هكذا بعافة أو آفة أيضا بلا وطن بغير إذنها. هذا لا يشترط الإذن، بل يعني يسن الإذن كما سيأتي الاستئذان والإذن، فلا يشترط الإذن منها بالغة كانت أو غير بالغة لكمال شفقته، يعني لكمال شفقة الأبي والجد على هذه البكر أو هذا الثيب بلا وطن. ولخبر الدارقطني رحمه الله، الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر يزوجها أبوها. هذا هو خبر الدارقطني، الثيب أحق بنفسها من وليها، لذلك هي تستأذن. نعم، البكر يزوجها أبوها، يعني بدون ما استئذان. هنا رواية مسلم لهذا الحديث، والبكر يستغمر يستغمرها أبوها، والبكر يستغمرها أبوها، وهذا محمول على الندب جمع بين الروايتين. البكر يزوجها أبوها، وهذا يعني يجوز له النكاح يعني تزويجها بدون الإذن، هذا محمول في الجواز والصحة، أما رواية مسلم محمول على الندب، لذلك يستغمرها يعني يستغمرها أبوها على طريق الندب. ثم لما يزوج لكفو، عندما يزوج بدون إذن ينبغي أن يزوجها لكفو، فإذا فيزوجان لكفو، لكفو متعلق بقوله يزوجان، فإن كفو موسر بماهر المثل، ينبغي أن يكون موسرا بماهر المثل، غنيا بماهر المثل، فإن زوجها المجبر يقال لهذين الوليين ولي مجبر. لماذا؟ لأنه يزوجهما، يزوج البكر والثيب بلا وطن بدون الإذن، فإذا كأنهما يجبران على هذا البند بالنكاح، لذلك يطلق عليهما الولي المجبر، أي الأبو أو الجد لغير كفو لم يصح النكاح. نعم، لا يصح النكاح لو زوج بدون إذن. ثم وكذا إن زوجها لغير موسر بالمهر على ما اعتمده الشيخان، يعني هنا خلاف، لذلك فصله عما قبله. لكن الذي اختاره جمع محققون الصحة بالثانية، يعني بالثانية أيضا، الثانية يعني لو زوجها لغير موسر بالمهر يصح، أما في الأول لا يصح، فاعتمده شيخنا ابن زياد رحمه الله. ويشترط لجواز مباشرته لذلك لا لصحته كونه بماهر المثل الحال من نقد البلد. ثم والذي سبق أن شرط لصحة النكاح ينبغي أن يزوج لموسر بماهر المثل، فإذا لو زوج البكر أو الثيب بلا وطن لرجل موسر بماهر المثل، لكن زوجها بأقل من ماهر المثل
أو يعني على ظاهر مثل هو ليس حالا بل هو مؤجل، هل يصح النكاح؟ نعم يصح النكاح. لذلك قال ويشترط لجواز مباشرته، مباشرته يعني مباشرة المجبر الأبي والجدي، لذلك يعني لعقد النكاح إجبارا بدون إذن، لذلك يشترط كونه بماهر المثل على حال من نقد البلد هكذا لا لصحته، يعني لو باشر باختلال هذه الشروط يصح النكاح في نفس الأمر، ومع ذلك هذا الرجل يكون عاسيا. نعم ينبغي أن يكون مهر المثل من نقد البلد. فإن اندفع صح النكاح، إن صح أي صح النكاح بمهر المثل من نقد البلد يصح. ثم فرض لو أقر مجبر بالنكاح لكفو قبل إقراره وإن أنكرته، يعني هناك خلاف بين الولي المجبر وموليته، فإذا المجبر يقر بأي شيء بالنكاح لكفر ويقول أنه أنكح لكفر، والمرأة تنكره، تنكره يعني تنكر النكاح لكفر، فإذا ماذا يقبل؟ يقبل قوله وإقراره، لأن من ملك الإنشاء ملك الإقرار بخلاف غيره، من الذي يملك إنشاء النكاح؟ هذا هو الولي، فإذا هو ما يملك الإقرار فيه أيضا بخلاف غيره لا يملك، يعني غير من ملك الإنشاء لا يملك الإقرار. ثم لا ثيبا يعني لا يزوجان، من على المجبر الأب والجد لا يزوجان ثيبا بوطئ إلا بإذنها نطقا بالغة، يعني يجب الإذن، لا يزوجان ثيبا بوطئ، ذكر ثيبا بوطئ يكيب مع الوطء ما يسلك عليه الوطء لو كان حراما، لذلك قال ولو الزنا، وكذلك ذكر في التقرأ وإن عادت، يعني لو عادت يعني الزنا. ثم وكان الوطء حالة النوم، أو كان الوطء حالة النوم هي ما شعرت، يعني صارت ثيبا بوطئ حالة كونها نائمة أو نحوه، حالة النوم أو نحوه، يعني ممكن هي كانت منومة، رجل نومها بدواء أو غيره، ثم بعد ذلك أو يعني كان عنده حيلة لتنبيمها هكذا نومها نوما صناعيا، ثم وطئها هكذا صارت ثيبا، أو من نحوه قرد، أو يعني هذا الوطو ما كان من عدمه بل كان من حيوان، في هذه الحالات كلها يجب الإذن، بدون الإذن لا يجوز بها. وإن كانت صيوبتها بقولها، وهذه صيوبة بقولها يعني هي أخبرت بأنها سيئة، هي ما بينت يعني ما هو سبب الصيوبة، هي أخبرت أنها سيئة، فإذا يجب على الولي المجبر الاستئذان ثم إذنها بعد ذلك يزوجها. إن حلفت يعني هذا إن كانت صيوبتها بقولها، إن حلفت، فإذا مجرد الإخبار لا يكفي بل هي تخبر بصيوبتها باليمين، إن حلفت يكفيها إلا بإذنها، لا يزوجان ثيبا بوطن إلا بإذنها، الإذن نطقا، أما بكري يعتبر الإذن حين يشترط بالسكوت كما سيأتي، أما هنا حينما كانت ذيبا يجب الإذن بالنطق للخبر الصحيح. ما هو الخبر الصحيح؟ خبر الدارقطني، الثيب أحق بنفسها من وليها، نعم لذلك لا يزوجها إلا بإذنها. ثم بالغة، هذا حال من الإذن نطقا، متى يكون الإذن؟ إذن بعد البلوغ، فإذا لو كان الإذن قبل البلوغ فلا يعتبر، فلا تزوج الثيب الصغيرة العاقلة الحرة حتى تبلغ لعدم اعتبار إذنها خلافا لأبي حنيفة رضي الله عنه، فلا تزوج الثيب الصغيرة ثم هي عاقلة حرة، لماذا ذكر هذين القيدين العاقلة الحرة؟ هذا باعتبار خلاف أبي حنيفة رحمه الله، وإلا الثيب غير العاقلة، المجنونة يعني العاقلة المجنونة فتزوج كما يأتي. فإذا المجنونة
المجنونة تزوج تمام، أما القنة فيزوجها السيد مطلقا يعني بدون الإذن، فلا تزوج السيد الصغيرة العاقلة الحرة حتى تبلغ يعني باعتبار إذنها يعني حالة الصغر يعني حالة عدم البلوغ. أما عند أبي حنيفة رحمه الله تزوج هذه الصغيرة. فإذا الثيب ذكرنا ثيب ببطين، ثم صغيرة كيف تكون ثيبا ببطين؟ يعني الصغيرة لو قربت من البلوغ تحتمل الوطأ يعني تتحمل الوطأ، لو كانت صغيرة جدا هي لا تتحمل الوطأ ممكن هي تموت، لو حاول رجل ببطئها ممكن هي تموت يعني. إذا قبل يعني تحملها للوطي المكان الوطي ما قتل، لذلك لو اصطدم بصدمة ممكن هي تموت يعني. ثم وتصدق المرأة البالغة في دعوى بكارة بلا يمين وفي ثيوبة قابل عقد عليها بيمينها. ثم هذا المرأة تصدق البالغة في دعوى بكارة بلا يمين، يعني المرأة قالت إنها بكر لا حاجة إلى اليمين، هذا لو كان قبل العقد أو بعد العقد أيا كان هي تقبل. وفي ثيوبة قبل عقد عليها بيمينها، يعني لو ادعت امرأة أنها ثيب متى ادعت؟ قبل العقد. فإذا هي تصدق بيمينها. وإن لم تتزوج ولم تذكر سببا، يعني هي غير متزوجة مع ذلك هي ادعت أنها سيدة، أو لم تذكر يعني سبب صيوبتي هي تصدق. هذا أشار إليه بقوله يعني سابقا، وإن كانت صيوبتها بقولها إن حلفت، إن حلفت إن حلفت، هذا تفصيل يعني هي تصدق في صيوبتها لكن متى؟ هذا قبل العقد بيمينها. فإن لم تتزوج ولم تذكر سببها فلا تسأل عن السبب الذي صارت به سيبا، عندئذ لا تسأل يعني بأي سبب ما صرت سيبا كذا كذا، بل يعتبر سيب تصدق يقبل قوله. وخرج بقوله قبل العقد، فإذا لو كان هذا يعني دعوى السيوبة بعد العقد هذا حكمه دعوى السيوبة بعد أن يزوجها الأب بغير إذنها بظنه بكرا فلا تصدق هي لما في تصديقها من إبطال النكاح مع أن الأصل بقاء البقارة. إذا هذا رجل زوج بنته بظن أنها بكر، ثم بعد النكاح هي قالت أنا سيد، هل تصدق؟ لا تصدق. إذا لو أقرت أو ادعت بعد العقد لا تصدق. وخرج بقوله قبل عقد دعواها سيوبة بعد أن يزوجها له بغير إذنها بظنه بكرا فلا تصدق هي، لماذا؟ لما في تصديقها من إبطال النكاح، لو صدقت يبطل النكاح، فلا النكاح قد مضى، فإذا والذي مضى يفرض أنه مضى على الصحة، هكذا قاعدة هكذا، مع أن الأصل بقاء البكارة، ثم بعد ذلك يعني الأصل يخالف دعواها، الأصل بقاء البكارة، بل لو شهدت أربع نسبة بطيوبتها عند العقد لم يبطل، يعني هكذا هي ادعت وجاءت بأربع نسبة، بأي شيء شهدت شهدنا بطيوبتها عند العقد، يعني أربع نسبة شهدنا على أن هذه المرأة كانت طيبا وقت العقد، هل يعني يقبل دعواها؟ هل يثبت بهذه البينة؟ هل يبطل النكاح؟ لا يبطل النكاح، بل صيوبتها عند العقد ثابتة بهذه الشهود يعني بأربع نسبة، ومع ذلك لا يبطل النكاح، لا يحكم الحاكم ببطلان النكاح، لماذا؟ لاحتمال إزالتها بنحو إصبعين، يعني أربع نسبة شهدنا على أنها ثيب وقت العقد، كيف يعني صار ثيبا وقت العقد؟ هذا يعني هناك احتمالات، إما زالت بكارتها بنحو إصبع أو يعني سقطة أو حدة حيض أيضا، لو كان دم الحيض خرج بحدة شدة
ممكن تفترض المرأة نعم هكذا يا يعني مرأة أو خلقت بدونها، ممكن هذه المرأة خلقت بدون البكارة، فإذا شهادتهن صادق نعم وهو خلقت بدونها. ثم وفي فتاوى الكمال الردادي يجوز للنبي تزويج صغيرة أخبرته أن الزوج الذي طلقها لم يطلق، يعني رجل زوج صغيرة ثم طلقها زوجها قبل البلوغ، فهذه الصغيرة أخبرت أباها أن زوجها ما وطئها، هل يجوز له أن يزوجها بدون إذنها؟ نعم يجوز له أن يزوجها بدون إذنها. نعم وفي فتاوى الكمال الرداد يجوز للنبي التزويج صغيرة، هذه الصغيرة أخبرته أخبرت الأباء بالجدة نعم أن الزوج الذي طلقها لم يطلقها، أي إذا غلب على ظنه صدق قولها. هذا الذي ذكر في فتاوى كمال الرداد هو مشروط بشرط ليس على الإطلاق، متى هذا يصدقها يزوجها بدون إذنها، أي إذا غلب على ظنه صدق قولها. ما هي صغيرة حتى صغيرة لو أذنت على إذنها غير معتبرة، إذا فهذه يعني يتعذر نكاحها إلى البلوغ، لا يمكن نكاحها إلى البلوغ في مذهبنا، يعني صغيرة صارت طيبة بوطين ثم لا يزوجها عاهد، الأبو والجد وغيره عاهد لا يزوجها إلا بإذنها، فإذنها غير معتبر في هذه الحالة، فإلى بلوغها يتعذر نكاحها، لكن هنا يجوز، لماذا؟ هي غير طيب بوطين بناء على قولها، فإذا هذا القول مقبول مع صغرها، هذا هو معنى الكلام. إذا غلب على ظنه صدق قولها وإن عاشرها الزوج أياما ولا ينتظر بلوغها للتزويج، الولي أو الأب لا ينتظر بلوغها للتزويج بل يجوز له أن يزوجها قبل البلوغ. نعم ثم الأصل لا ثم بعد الأصل نعم. هذا الولي من؟ الولي الأب الأصل يعني الأب ثم وأبوه وهو أب فأبوه هكذا ذكر، يعني الولي أولا الأصل ثم بعد الأصل من؟ بعد الأبي وأبي الأبي، يعني لو قدما الأب والجد معدو إما حسا أو شرعا عندئذ ما يزوج عصبتها، ثم بعد الأصل عصبتها، يعني ثم الولي بعد الأصل عصبتها عصبة المرأة التي تنجب، من عصبتها وهو من على عاشية النسب فيقدم أخ لأبوين فأخ لأب فبنوهما، هكذا الترتيب نعم، وهو على عصبة من على عاشية النسب، عاشية النسب يعني طرفه طرف النسب نعم، فيقدم أخ لأبوين، فإذا أب ثم أبوه أبوه هكذا لو لم يكن أحد فيزوجها أخوها لأبوين، فلو عدم أخ لأبوين فأخ لأب فقط فبنوهما، يعني أخ لأم لا يزوج، لماذا؟ أخ لأم لا يكون في عشية النسب ولا يكون في طرف النسب، الأخ يكون منسوبا إلى نسب آخر، لذلك أخ لأم لا يكون له وليس من قومها، ويقدم أخو لأبوين فأخو لأب فبنوهما، بنوهما يعني على هذا الترتيب بنو أخ لأبوين هكذا وإن سفلا الذي قال كذلك، ثم لو لم يكن أحد من أبناء الأخ أبي لأبوين فابن أخ لأب، فيقدم بنو الإخوة لأبوين ثم بنو الإخوة لأب، فبعد ابن الأخ عم لأبوين ثم لأب ثم بنوهما كذلك، ثم عم الأبي عم الأبي يعني عم أبي المنقوحة ثم بنوه كذلك كذلك يرجع لعم الأبي ولي بنو عم الأبي، فإذن عم أبي لأبوين ثم عم الأبي لأبي ثم بنو عم الأبي لأبوين بنو عم الأبي لأبي هكذا الترتيب وهكذا، ثم
نعم، بعيدة فاقدي عصبتي النسبي، كلها عصبت النسب، بعيدة فاقدي عصبتي النسبي من كان عصبة بولاء كترتيب إرثهم. هذا ترتيبهم بالإرث، قدمنا ذكره في باب الفرائض. نعم، فيقدم معتق، نعم معتق فعصباته، ثم معتق المعتق، ثم عصباته وعاتها، وهؤلاء كلهم يزودون بإذنه. من صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربي يسر ولا تعسر، ربي زدنا علما وحلما وفهما وعقلا وأدبا، ربي تمم بالخير والسعادة، والله لي التوفيق ومنه التحقيق وله التصديق. إنما الأعمال بالنيات والعاقبة للمتقين. كنا ببيان الأولياء بالنكاح. نعم، ذكرنا يعني من الأولياء الأصل، أصل يعني الأب والجد، ثم بعد فقدهما عصبتها ذكرنا العصبات، ثم يعني أخذ لي أبوين فأخذ لي أبين هكذا بنوهما، ثم من دون بنوهما هكذا. بعد ذلك يذكر المصنف يعني حكم هؤلاء العصابات، فيزودون بالغة بإذن سيب غطئ نطقا وصمت بكر استؤذن. هذا هو حكمه، فيزودون أي الأولياء المذكورون على ترتيب ولا يتهمون على ترتيب ولايتهم، ولايتهم ويزودون على الأولياء المذكورون على ترتيب ولايتهم. ما يزودون العصابات الأولياء المذكورون يعني الأخ لأبين، ثم أخ لأبوين، ثم أخ لأبين، ثم على ترتيب بنوهما، ثم عم لأبوين، ثم عم لأبين، ثم ما بنوهما على الترتيب، ثم عم لأبي، ثم بنوه، ثم عم الجدي، وهكذا على الترتيب، على ترتيب ولايتهم يزوجون بالغة لا صغيرة. فإذا هذا فرق بين الولي الأصل يعني الولي المجبر وغير المجبر. الولي المجبر يزوج الصغيرة، الولي المجبر يزوج الصغيرة، أما ولي غير المجبر يعني هذا الأخ من بعدهم لا يزوجون صغيرة بل يزوجون بالغة فقط، خلافا لأبي حنيفة رحمه الله ما عنده يزوجون الصغيرة أيضا. نعم، يزوجون الصغيرة أيضا. نعم، بإذن سيب وطئ نطقا. ثم في هذه البالغة حالتان، لو كانت سيبا يجب الإذن نطقا، لو كانت غير سيب يعني سيب وطين يكفي صمتها عند الاستئذان. هذا الذي يذكر مفصلا بإذن سيب وطين نطقا، يجب النطق، نطق متى؟ إن كانت ناطقة. لو كانت خرساء إشارتها معتبرة، نعم، فإن كانت خرساء فبإشارتها المفهمة كما يؤخذ من عبارة التفنى. في أي خلاف، هل هي مثل المجنونة يعني يزوجها الأب ثم الجد ثم الحاكم دون غيرهم بغير الإذن، هكذا رأي آخر، لكن ما يؤخذ من التفنى أن إشارتها المفهمة معتبر في الإذن. لخبر الدارقطني السابق، سبق الحديث حديث الدارقطني، ويجوز الإذن منها بلفظ الوكالة. ثم هذه مسألة، هل يتعين في إذنها لفظ الإذن أو هل يكفي الوكالة لفظ الوكالة؟ نعم، يكفي لك لفظ الوكالة. في لفظ الوكالة شبهة، يعني المرأة ليست ولية نفسها، هي لا تزوج نفسها ولا غيرها أيضا ولا بنتها كما سبق. إذن لو كان اللفظ لفظ الوكالة
يفهم أو يوهم عنها ولي نفسها، فإذا هي توكل عن ولاية نفسها هكذا إيهام. ومع ذلك اسم، لماذا؟ لأن معناهما مقصود معناهما واحد، يعني الوكالة والإذن معناهما واحد، لذلك لا ينظر إلى ظاهر اللفظ، لذلك قال ويجوز الإذن، يجوز يعني يصح، الجواز بمعنى الصحة هنا. منها بلفظ الوكالة توكلتك بتزويجي وبه رضيت بمن يرضاه أبي، يعني هذا وكلتك بتزويجي هنا لفظ الوكالة، ثم وبرضيت بمن يرضاه أبي أو أمي أو بما يفعله أبي لا بما تفعله أمي. لو قالت بالذين رضيت بمن يرضاه أبي أو رضيت بمن ترضاه أمي أو قالت يعني رضيت بما يفعله أبي فهذا أيضا صحيح بالذين، لكن لو قالت رضيت بما تفعله أمي هذا ليس بصحيح. لماذا؟ لأنها لا تعقد، الأم لا تفعل ولا تعقد، لذلك لو نسب الفعل أو العقد إلى الأمي لا يصح إذنا، أما لو نسب الرضا إلى الأمي يصح، يعني هذا الذي قال أولا بما بمن يرضاه أبي أو أمي، وإن ولا إن رضي أبي أو أمي، يعني رضيت إن رضي أبي أو رضيت إن رضيت أمي هذا ليس لا يصح. لماذا؟ للتعليق، هذا رضا معلق، هذا لا يجوز، يعني لا يجوز الرضا والإذن بالتعليق. ثم وبرضيت فلانا زوجا هذا صحيح، تكون على قوله يعني بلفظ التوكيل يجوز الإذن منها بلفظ التوكيل وبرضيت فلانا زوجا أو رضيت أن أزوج، فإذا هذا ذكر أولا يجوز بلفظ الوكالة ثم ذكر مثالا للفظ الوكالة وكلتك بتزويجي ثم بعده وبرضيت بمن يرضاه أبي، هذا ليس عطفا على قوله وكلتك بل هو عطف على قوله بلفظ الوكالة، فإذا يجوز الإذن بلفظ الوكالة ويجوز الإذن بقولها رضيت بمن يرضاه كذلك وبقولها رضيت فلانا زوجا أو رضيت أن أزوج، كل هذا صحيح. وكذا بأذنت له أن يعقد لي وإن لم تذكر نكاح، ذكرها كذا أن يعقد لي فقط، لم ما ذكرت أن يعقد لي نكاح أو ما ذكرت أن يعقد نكاحي، ما صرحت بالنكاح بل ذكرت العقد فقط على ما بحث، لكن هنا قيد يعني وهم يتفاضلون في النكاح عندئذ قالت، هذا أهلها يتفاوضون في أمر النكاح، عندئذ هي قالت ماذا؟ أذنت له أن يعقد لي، فإذا العقد مصروف إلى النكاح، هكذا بالقرينة يصح، بدون ذلك لا يصح هكذا تفصيلا. ولو قيل على ما بحث المصنف يعني أشار بقوله على ما بحث إلى ضعف هذا القول يعني عند عدم ذكر النكاح، فإذا لو ذكرت النكاح تصح لا بأس. ولو قيل لها أرضيتي بالتزويج فقالت رضيت تقع، فإذا عند السؤال برضا يعني استرضيت سئلت عن رضاها فقالت رضيت هذا كافي، ثم وصمت بكر استوذن هذا بكر معناه غير وطئ غير سيب وطئ، فإذا هذا سيب لا ببطئ وهي داخلة بالبكر، وصمت بكر ولو عتيقة، ممكن هذه البكر معتقة عتقها رجل أو امرأة هكذا، ثم استوذنت في كهو أو غيره إذن أو لا يزوجون العصابات يزوجون البالغة بعد إذنها لكفو أو لغير كفو، لماذا هي ترتضي لذلك؟ إذا استوذنت يعني سألها أحد هل تأذن
لفلان أن يزوجك، هكذا أو علمتي ترتضي بتزويجك بتزويجك فلانا، أو هل ترتضي فلانا زوجا، هكذا سئلت سؤال في الإذن. فإذا هي صمتت ما نطقت بشيء، وهذا الصمت يعتبر إذنا. وإن بكت، يعني ممكن هي عند الاستئذان بكت، وهذا البكاء لا يمنع اعتبار صمتها إذنا، لكن بالبكاء قيد، هذا الذي يذكر، لكن من غير سياح أو غرب خد. فإذا لو بكت بسياح، يعني بصوت جهوري هكذا صياح، أو ضرب خد أو يعني صدر، وهكذا عندئذ لا يعتبر صمتها إذنا. لماذا؟ على الصياح أو الضرب يدل على عدم رضاها، أما مجرد بكاء هذا لا يدل على عدم رضاها. نعم. لخبري والبكر تستغمر وإذنها سكوتها. والبكر تستغمر، ينبغي أن تستغمر. أما الثيب يعني هي ولي نفسها كما سبق، هي أولى بنفسها. والبكر تستغمر وإذنها سكوتها، وإذنها سكوتها يعني سكوتها كالذني، هذا معنى لا يجب السكوت، بل هو أذنت بالنطق وهو أولى من السكوت، لذلك إذنها سكوتها معناه سكوتها بمنزلة الإذن نطقا. ثم وخرج بثيب وطئ مزالة البكارة بنحو إصبع، فحكمها حكم البكر في الاكتفاء بالسكوت بعد الاستئذان. هذا محترز قوله ثيب وطئ، إذن هي ثيب لا بوطئ. هذا مزالة البكارة، كيف أزيلت؟ بنحو إصبع أو بآفة ناحية كما سبق. فحكمها حكم البكر في الاكتفاء بالسكوت بعد الاستئذان، يكفي صمتها. ثم في نسختكم مزالة أو مزيلة البكارة، كيف نسختكم؟ يا شيخ نعم، هنا لا يوجد مزالة عندي. مزيلة عندكم؟ مزيلة عندكم؟ عندي مزالة. مزالة مزالة. وخرج بثيب بوطئ مزالة البكارة. البكارة. بكارة. بنصف مزيلة، فلا بأس كلاهما بمعنى واحد، لو كان مزيلة معناها يعني لازمه. ثم إذا ثم ويندب للأبي والجد استئذان البكر البالغة تطيبا لخاطرها. سبق أن بينا على الأب والجد هما مجبران يزوجان بدون إذن البكر البالغة، لكن يسن لهما يندب لهما استئذان البكر البالغة. لماذا؟ تطيبا لخاطرها، يعني لقلبها، تطيبا ترويحا لقلبها. نعم. وكذلك هنا يعني علة أخرى أيضا، وخروجا من خلاف من أوجبه، بعد أن أوجب هذا الاستئذان، فإذا هكذا علتان. نعم. أما الصغيرة فلا إذن لها. أما الصغيرة يعني الجد أو الأب، هل يستأذنان الصغيرة؟ لا يستأذنان الصغيرة. لماذا؟ إذنها غير معتبر، قولها غير معتبر، لذلك لا يستأذنان الصغيرة، هذا الذي قال أما الصغيرة فلا إذن لها، لا واجبا ولا مندوبا. ثم وبحث ندبه في المميزة، هكذا بحث، وبحث ندبه في المميزة، مميزة في المراهقة. نعم. ذكر في التحفة والمغني واللسنة، ويسن استفهام المراهقة. فإذا مراهقة 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 تستغرب، إذا ليس التمييز بل قرب من البلوغ. نعم. ثم ولغيرهما الإشهاد على الإذن. فإذا الراجح أنه لا يستأذن، لا تستأذن الصغيرة من جانب الأب ولا الجد، لكن هناك بحث أنه يندب استئذان المراهقة المميزة. نعم. ولغيرهما، يعني لغير الأب والجد المجبرين الإشهاد على الإذن، لغيرهما يعني لغير الأب والجد الإشهاد على الإذن، هذا لغيرهما معناه عند وجوب الاستئذان
ده اشتراك الاذن يندب الى الشهاده على الاذن من سبيل واجب بل يندب فقط. اذن هذا الاشهاد على الاذن مندوب حتى للعبيب الجدي في سيب بكر لا في سيب وطن في سيب وطن يندب لهما أما غير الأبي والجدي مطلقا يندب للشهادة يعني غيرهما لا يذنب دون إلا بإذنها ثم فرعون لو أعتق جماعة أمتا من الولي والمعتق ولي هذا بداية بولاية إذن لو أعتق واحد أمتا فهذا المعتق وليها لو أعدم الأولياء بالنسب نعم فإذن هنا جماعة اعتقوا يعني اثنان أو ثلاثة أو عشرة كانوا يعني مشتركين في عبادة ثم جميعا اعتقوا اشترط رضا كلهم لتزويدها يشترط رضا كلهم يعني كل المتقين إما يزوج واحد منهم بإذن الآخرين أو يعني يزوج واحد من غيرهم ليس الواحد من المتقين هذا الذي يذكر بعده فيوكلون واحدا منهم أو من غيرهم يوكلون معناه يعني يأذنون لواحد منهم أو من غيرهم ولو أراد أحدهم أن يزوجها زوجه الباقون إذن أحد المعتقين يريد أن يتزوج هذه المعتقدة أعتقها جماعة إذا زوجها الباقون مع القاضي زوجها الباقون مع القاضي معناه هذا كلهم يوكلون واحدا هؤلاء الباقون والقاضي هذا يجوز له التوكيل فإذا هؤلاء كلهم أو القاضي يزوج مع إذن الباقين هكذا فإن مات جميعهم هؤلاء المعتقون كلهم ماتوا فإذا فعندئذ من وليها؟ يعني عصبته عصبة المعتقي هو لكن هنا يكون تعدد في العصبة أيضا فكيف صورة تزويجها؟ فإذا مات جميعهم كفار إلى كل واحد من عصبة كل واحد كفار إلى واحد من عصبة كل واحد هكذا نسختكم أو كفار إلى كل واحد من عصبة كل واحد لكن في كلمة كل الأولى مشكلة فإن مات جميعهم كفار إلى واحد من نسبة كل واحد هكذا يدل سياق العبارة أيضا على أن كل ممكن مقحمة من النصاق هكذا ذكر احتمال يعني صاحب الترشيح المستفيدين حاشية هذا الكتاب فتح المعيد صاحب الترشيح المستفيدين قال أن كلمة كل الأولى فكذلك إشارة إليها إشارة في حاشية إعانة الطالبين هذا يعني يقتضي تعبير المصنف بكفى كفى رضا أن كل غير موجودة في أصل النسخة هكذا عبارة الترشيح هكذا لعل كل الأولى مقحمة من النساخ لإيهامها اشتراط رضا كل واحد من عصبته عصبة كل واحد وليس كذلك هكذا ذكر في الترشيد بل كفى رضا واحد من عصبة كل واحد ولو اجتمع عدد من عصبات المعتق في درجة معتق واحد فقط فيما سبق يعني معتق فيه تعدد وفي هذه المسألة معتق واحد من عصباته اجتمع عدد مثلا هذا له أكثر من أخ أو عم أو يعني ابن عم هكذا جاز أن يزوجها أحدهم برضاها فإن لم يرضى الباقون فإذن في العصبة يعتبر واحد واحد فقط أما في المعتق يعتبر جميعهم هذا هو الفرق يعني أولا قال يعني لو اعتق جماعة أمتا إذا اشترط رضا كلهم ثم في العصبة ذكر كفى رضا واحد من عصبة كل واحد كذلك لو اجتمع عدد من عصبات المعتق في درجة جاز أن يزوجها أحدهم برضاها ثم يعني المرتبة الثالثة يعني أولا الأصل ثم العصبة ثم قاضي هذا
المرتبة السعيدة اللي لا يمكن. ثم يبقى مرتبة النعم. ثم يعني ثم الولي ما معنى ثم بعد فاقد عصبة النسب والولاء عالم أو نائبه لقوله صلى الله عليه وسلم السلطان ولي من لا ولي لها السلطان من لا ولي ولي من لا ولي له نعم. فإذا مصنف ذكر ثم بعد فقد عصبة النسب والولاية قاض أو نائبه لكن ذكر في الحديث السلطان ولي من لا ولي له السلطان هو الحاكم حقيقة ليس قاضي ولا نائبه. فإذا كيف التوفيق بينهما بين الدليل والدعوى؟ هذا الذي بين بعده والمراد يعني بيان هذا المراد لهذا الإيراد الذي ذكرته. ما هو الإيراد؟ في لفظ الحديث السلطان أما في قول المسند قال أو نائبه فهنا شبهة تخلف الدليل عن الدعوى بين وجه الاستدلال. هذا هو المراد من له ولاية من الإمام والقضاة ونوابهم يعني من المراد بالسلطان في الحديث من له ولاية عامة أو خاصة من الولاية العامة لمن للحاكم للسلطان للخليفة هكذا أما الولاية الخاصة للقاضي أو نائبه هكذا ولاية عامة أو ولاية خاصة هذا هو المراد في الحديث نعم. فيزوج أي القاضي بكف لا بغيره نعم. هذا فرق بين القاضي وبين يعني الأولياء السابقين الأب والجد وعصبته وعصبتها يعني أصلها وعصبتها نسبا ولاء هم يزوجون لكفو ولغير كفو أما هنا القاضي لا يزوج إلا من كفو فيزوج القاضي بكفو لا بغيره نعم. ثم بالغة ثم الشرط الثاني يزوج البالغة فقط فلا يزوج القاضي أو نائبه غير البالغة هذا النائب النيابة إما يكون بالاستخلاف أو بالتوكيل كما سيأتي إما القاضي يستخلف واحدا أو يعني يوكل واحدا يجوز له التوكيل نعم. فيزوج بكفو بالغة ثم شرط آخر كائنة بمحل ولايته على التلقي هذا أيضا شرط في القاضي ينبغي أن تكون هذه المرأة موجودة كائنة يعني موجودة أين في محل ولايته في محل ولاية القاضي متى تكون موجودة حالة العقد ولو مجتازة به ممكن هي مجتازة يعني مارة بهذا المحل هذا يكفي يعني الإقامة ليست بشرط بل يعني مجرد وجودها وكونها ولو مجتازة يعني هي كانت يعني تسافر بهذا المحل فإذا اتفق عقد نكاحها بمرورها في المحل هذا يكفي وإن كان إذنها له وهي خارجة فإذا حالة العقد ينبغي أن تكون موجودة فإذا حالة الإذن هذا ليس بشرط ممكن هي أذنت للقاضي في خارج محله فلا بأس أما إذا كانت خارجة من محل ولايته حالته يعني حالة العقد فلا يزوجها لا يزوجها يعني النكاح ليس بصحيح وإن أذنت له قبل خروجها منه ممكن هي أذنت لهذا القاضي إذن النكاح قبل خروجها من محل ولايته ثم هي خرجت بعد خروجها من المحل هو عقد نكاحها هذا ليس بصحيح أو كان هو فيه أو كان هو فيه يعني أو كان الزوج الكفو هذا الزوج كان في المحل هذا حالة الزوج لا يعتبر كذلك حالة الإذن لا يعتبر بل حالة العقد يعتبر في حالة العقد ينبغي أن تكون موجودة في محل ولايته يعني ولاية القاضي نافذة في محل ولايته فقط ليست نافذة في خارج محل ولايته لذلك هنا ولايته على هذه المرأة ولايته على المرأة فينبغي لنفوذ هذه الولاية أن تكون من عليها هذه الولاية موجودة في محل الولاية هذا هو
وكان هو فيه لأن الولاية عليها لا تتعلق بالخاطب، لذلك لا يعتبر حال الزوج حال الخاطب. نعم. وخرج بالبالغة اليتيمة، القاضي يزوج البالغة فإذا لا يزوج اليتيمة. نعم. الصغيرة غير البالغة فلا يزوجها القاضي ولو حنفيا، ولو كان القاضي حنفيا لا يزوجه، لم يأذن لها سلطان حنفي فيه، يعني قاضي حنفي أذن له سلطان حنفي فيه للتزويج ويصح، إلا لا يصح، يعني القاضي له ولاية خاصة، أما خاصة معناه خاصة بمحل ولايته بمحل ولايته حتى، أما ولاية عامة فيكون الاسم للسلطان بالخليفة بالحاكم هكذا، هذا ولاية عامة. وإذا لو أذن للقاضي من له ولاية عامة يجوز له هذا التزويج وإلا لا يجوز. وتصدق المرأة في دعوى البلوغ بحيض أو إبناء بيمين إذ لا يعرف إلا منها. فإذا لبدعت المرأة البلوغ كيف بحيض هي تدعي أنها بلغت بحيض أو بلغت بإبناء يعني بخروج مني، فإذا ما تصدق لا حاجة إلى اليمين، اليمين عند تهمتي. نعم. وهنا هي تصدق لماذا؟ إذا لا يعرف إلا منها لا في دعوى البلوغ بالسن، يعني لبدعت أنها بلغت بالسن يعني بكما عليه 15 سنة من سنها، هذا لا يقبل إلا ببينة خبيرة تذكر عدد السنين، بينة خبيرة معناه عالمة بسنها. نعم. خبيرة في أي شيء؟ في إثبات الدعوة، والدعوة في إثبات بلوغها بالسن. نعم. بينة خبيرة تذكر هذه البينة ينبغي أن تذكر عدد السنين أيضا. نعم. ثم عدم وليها أو غاب، فإذا القاضي يزوج يعني بكفو بالغة ثم فيزوج هكذا ثم قال فيزوج، ما معنى ثم؟ أي بعد فقد عصبة النسب والولاي قال فيزوج بكفو بالغة عدم وليها، وهذا عدم وليها معلوم من قوله السابق ثم قال، ما معنى ثم؟ يعني بعد فقد عصبة النسب والولاي، لكن هو أعاد هذا لماذا؟ لأجل معتوفاته عليه. فيزوج القاضي بكفو بالغة عدم وليها أو غاب مرحلتين، وهذا ولي غاب مرحلتين من يزوجها لم يعلم ما سبق، وهذا أيضا من أهلية القاضي وولايته لاعتبار هذه المعتوفات صرح المصنف بقوله عدم وليها إلا هو معلوم مما سبق. يعني هناك لصاحب الحاشية شبهة في تصريح المصنف بهذا القول. فإذا عدم وليها أو غاب، فإذا هنا شبهة لصاحب الحاشية يعني في تصريح المصنف بقوله عدم وليها وهو معلوم مما سبق، لا بس هذا توطية لما بعده. عدم وليها أي الخاص بنسب أو ولاي، أو غاب مرحلتين، من غاب؟ وليها الخاص أي أقرب وليائها غاب مرحلتين وليس له وكيل حاضر، فإذا إما غاب أبوه أو جده موجود في البلد وليس وكيلا للأبي، ليس أحد من وكلاء الأبي في البلد بل هو غاب مرحلتين، أو يعني الأخ حينما يكون الأخ وليا هو يعني غائب هكذا غاب مرحلتين، ثم مرحلتين أو فوقهما هذا معنى، وليس له وكيل حاضر في التزويج. وتصدق المرأة في دعوى غيبة الولي وخلوها من النكاح والعدة ولم تقم بينة بذلك، يعني جاءت امرأة وطلبت من القاضي أن يزوجها لزوج لرجل، ثم هي ادعت عند القاضي أنها أن وليها غائب، وادعت عند القاضي أنها خالية من النكاح خالية من العدة وهي ما أقامت بينة، هل تصدق يعني يصدقها القاضي ويزوجها أو يطلب منها البينة على اليمين؟ لا يطلب منها على البينة ولا اليمين بل
يصدقها بلا يمين ويزوجها على يصدق المرأة يعني بلا يمين كما ذكر ابن قاسم في دعوى غيبة الولي وخلو بها من النكاح والعدة ولم تقم بينة والحال أنها ما قامت بينة بذلك تصدق لكن سيأتي مسألة كأنها قيد لهذا يعني لو عرف أو لو عرف القاضي تزوجها بمعين عندئذ يجب إثبات خلو بها من نكاحها كما سيأتي ويسن طلب بينة بذلك منها يجوز للقاضي أن يصدقها بدون يمين ولا بينة لكن يسن للقاضي طلب بينة يسن طلب بينة بذلك منها بذلك يعني بغيبة الولي وبقلوبها من النكاح والعدة يعني كل ذلك وإلا فتحليفها يعني لو لم يطلب بينة يطلب بينة يسن له تحليفها أيضا إما يطلب البينة أو يحلفها هذا بطريقة السنة ثم ولو زوجها لغيبة الولي فبعد أنه قريب من الأقدين من بلد الأقدين وقت النكاح لم ينعقدين ثبت قربه هكذا قال ادعت عنده امرأة أن وليها غائب إذا صدقها وزوجها لرجل بعد ذلك بان أن الزوج كان قريبا من بلد العقد قريب يعني داخل مرحلتين ما غابت إلى مرحلتين بل كان قريبا من بلد العقد بأقل من مرحلتين هكذا ولو زوجها لغيبة الولي فبان أنها قريب من بلد العقد وقت النكاح لم ينعقد النكاح متى إن ثبت قربه بالبينة فإذا لا يكفي مجرد قول الولي أنا كنت قريبا بل يجب عليه إثباته بالبينة لو أثبت الولي بالبينة أنه كان حاضرا داخل مرحلتين فلا ينعقد النكاح إن ثبت قربه فلا يقدح في صحة النكاح مجرد قوله كنت قريبا من البلد بل لا بد من بينة على الأوجه خلافا لما نقله الزركشي هو الشيخ زكريا رحمهما الله عن فتاوى البغوي رحمه الله ثم أو غاب إلى دونهما يعني ما غاب الولي القريب الولي الخاص بنسب ولاية ما غاب مرحلتين بل غاب عن البلد هو خارج عن البلد ومع ذلك لم يكن غيابه إلى مرحلتين بل إلى أقل من مرحلتين مثلا وغائب بمسافة 50 كيلومتر أو 70 كيلومتر هكذا يعني بنصف مرحلة أو مرحلة هكذا إذا مرحلتين ومع ذلك لكن تعذر وصول إليه أي إلى الولي وصول من؟ وصول الزوج أو الخاطب الخاطب يذهب إليه يزوجها هكذا تعذر وصول إليه أي إلى الولي لخوف في الطريق لماذا تعذر الوصول ليس التعسر بل التعذر ليس تشقق ليس وجود المشقة لا بل هناك تعذر لخوف في الطريق من القتل هو يخاف القتل لو ذهب إليه وجود قاتل في الطريق أو الضرب إما يخاف الطريق القتل أو الضرب أو أخذ المال وهكذا يخاف ومن يعني جملة هذه جميع المخوفات هو يخاف في الطريق من القتل أو الضرب أو أخذ المال أو نحوه أو فقد الولي إما غاب إلى أقل من مرحلتين وتعذر وصول إليه أو فقد الولي يعني لا يعلم على خبره أين هو داخل مرحلتين أو خارج مرحلتين ليس عنه أي خبر هذا معنى قوله فقد أي الولي بأن لم يعرف مكانه ولا موته ولا حياته بعد غيبة أو حضور قتل أو اقتتال أو انكسار سفينة أو أسر عدو إما أسر هو بعد ذلك لا يعلم ماذا حاله هل حي أو ميت لو كان حيا أين حي هكذا أو انكسر سفينته التي ركبها نعم بعد غيبة أو حضور ممكن هذا أولا علم غيبته ثم فقدها أو فقد من بلده لم يعلم له غيبة سابقة هذا معنى قوله أو حضور هذا هو حضر قتال بعد غيبة أو حضور قتال فإذا ما هو المعلوم؟ المعلوم يعني حضور قتال بعد ذلك أو يعني معلوم انكسار سفينته أو أسر عدده
أو بدون هذه الأمور علم أولا غيبته بعد ذلك لا يعلم، فهذا إن لم يحكم بموته وإلا زوجها اللبن. يعني في هذه الأحيان يعني عند فاقد الولي لو علم لو حكم بموته الحاكم بعد غيبته الطويلة حكم الحاكم بموته، يعني هو يفتش في جميع البلاد لم يعلم له أي خبر، فإذن بناء على القرائن والدلائل حكم الحاكم بأن فلان مات. لو عقد حكم من القاضي الحاكم فيزوجه الأبعد، لماذا؟ هو مفقود، يعني حكم لو عقد الولي الأقرب كيف حسا أو شرعا فيزوجه الأبعد، أو عمل الولي. إذن على صورة رابعة أول يعني لا خامسة، مثلا عدم وليها ثم غاب مرحلتين، أو يعني تعذر الوصول ثم فقد ثم عضل الولي، هذه صورة خامسة لتزويج القاضي. عضل الولي ولو مجبرا، يعني ولو كان أبا أو جدا في بكر، هذا هو المجبر، ليس كل أب وجد مجبرا بل أب وجد في بكر مجبر ذكر بالغتنا. أي منع ما منع بلا أي منع مكلفة دعت إلى كهو، منع مكلفة يعني منع تزويد مكلفة، إما الأب أو الجد أو الأخو أو ابن الأخ أو عمه عمها أو عم أبيه أبيها أو ابن عمها أيا كان، هذا الولي له عضلها من تزويد مكلفة، فهذه المكلفة دعت إلى تزويجها من كفو. عندئذ لو عدل الولي يزوجها القاضي. ثم هنا تفصيل، يعني لو عدل ثلاث مرات هل يفسق أو لا يفسق؟ هكذا خلاف. هذا العدل ثلاث مرات العدل كبيرة عند بعض العلماء، فإذا لو عدل ثلاث مرات يكون فاسقا، تكرير العدل فسق كبيرة، فإذا لو عدل ثلاث مرات يكون فاسقا. لو فسق الأب الولي الأقرب ويزوجها الأبعد كما سبق. نعم. ثم وهنا الراجح أن العدل ليس بكبيرة بل صغيرة، فإذا لو كان صغيرة لو عدل ثلاث مرات هذا يعني إصرار على صغيرة، وهو أيضا مفسق متى؟ لو لم تغلب طاعته على سيئاته. فإذا بالتكرير لو اعتبر مفسقا فيزوجها الأبعد لا يزوجها القاضي، فإذا هذا العدل لو لم يكن مفسقا، لو كان مفسقا يزوجها الأبعد، هكذا قيد هنا دعت إلى تزويجها من كفو، ولو بدون ماهر مثل من تزويجها. لماذا دعت؟ من أي شيء عمل؟ من تزويجها به، عمل من تزويجها به. ثم فروع، إذن هكذا في خمسة أماكن يزوجها القاضي. فروع، لا يزوج القاضي إن عمل مجبر من تزويجها بكفو عينته وقد عين هو كفوا آخر غير معينها، وإن كان معينه دون معينها كفاءة. وإذن بهذا الفرع يذكر بعض إيضاح، يذكر إيضاح لصورة العدل، لا يزوج القاضي إن عدل مجبر من تزويجها بكفو عينته وقد عين هو كفوا آخر، هو عين يعني الأب يعين كفوا آخر، الجد يعين كفوا آخر، المرأة تعين كفوا. فإذا هل يكون هذا عدلا حقيقيا؟ لا يكون هذا عدلا حقيقيا، بل له إجبار، لذلك هو يزوجها لكفئه، كفئه نعم، أما غير المجبر لو عدل هكذا فهو عدل حقيقي نعم، وكفوا آخر هو غير معينها، وإن كان معينه دون معينه كفاءة، ممكن تفاوت بالكفاءة. الذي يعينه المجبر عدوا حالا في الكفاءة، وعندئذ لا يكون عادل حقيقة.
لذلك لا يزوجها عن القاضي بل يزوجه عن أبوه الجد أو المجد الرحم. ولا يزوجه غير المجبرين، ولو أبا أو جدا بأن كان تثيبا إلا ممن عينته. نعم، هذا مترس قوله إن على لا مجبر، أما غير المجبرين فلا يزوج إلا من عينته. هذا ولا يزوج غير المجبر، غير المجبر ولو أبا وجدا، يعني أب على بنته السيبة، أب وجد بنته السيبة في بنته السيبة هما ليس بمجبرين، بأن كانت سيبا نعم إلا ممن عينته وإلا كان عالما. نعم، إذا يزوج القاضي لو لم يكن العالم مفسقا. ثم ولو ثبت توار الولي أو تعززه زوجها الحاكم. هذا من صورة العدل، توارى الولي، توارى يعني اختفى، أو تعززه، تعزز يعني تغلبه، هذا هو تعزز والتواري، بينهما فرق. في التواري الاعتماد على الاختفاء، ليس له قوة ولا عزة ولا غلبة، أما في التعزز له قوة هو يعتمد على القوة والعزة والغلبة، هو التعزز التغلب، زوجها الحاكم. لماذا هذا؟ هذا ثم وكذا يزوج القاضي إذا أحرم الولي، هذه سورة سادسة. قال يزوج إذا أحرم الولي أو أراد نكاحها، ثم صورتها، يعني هنا صور كثيرة. فإذن القاعدة هكذا، متى يزوج القاضي؟ القاضي يزوج يعني لو كان هذا الولي باقيا بولايته، عندئذ يزوج القاضي. نعم، في العدل وكذلك في الغيبة وكذلك عند الإحرام الولي باقي بولايته، يعني أما عند الفسق أو الفقدان، لا الفقدان لا، يعني عند الفسق أو الموت هكذا فالولي ليس بباقي بولايته، يعني ما هو غير موجود يعني ميت، أو لو كان فاسقا أو مثله فليس له ولاية، ولايته مسلوبة، أما هنا ليست الولاية مسلوبة لذلك يزوجها القاضي، لا يزوجها إلا بعد. نعم، أو أراد نكاحها، أو القاضي أراد نكاح هذه المرأة كابن عم، أو يعني أراد ابن عم أن يتزوجها، فقد من يساويه، ابن عم لو كان هناك من يساويه من أبناء الأم فهو يزوجه، من يساويه بالدرجة، وإلا من يزوجه، يزوجه القاضي. نعم، كذا يزوج القاضي لو أو أراد نكاحها، من أراد نكاحها؟ الولي أراد نكاحها. نعم، أنا أخطأت أولا، ذكرت يعني القاضي يريد نكاحها، هذا مسألة سيأتي. لو أراد القاضي أن يتزوجها مسألة سيأتي، هذا مسألة أخرى. أو أراد نكاحها، من أراد؟ الولي أراد نكاحها، إما الولي محرم أو أراد الولي نكاحها كابن عم، فإذا الولي ابن عم اللي هو الولاية. ثم هو يريد أن يتزوج هذه المرأة يعني موليته، ومن يزوجها؟ القاضي يزوجها ابن عم، فقد من يساويه بالدرجة، ومعتق فلا يزوج إلا بعد كابن عم ومعتق، ومعتق هذا هنا لقوله ابن عم. نعم، إذا لو كان لو كانت الولاية للمعتق ثم معتق يريد أن يتزوجها، من يزوج؟ القاضي، فلا يزوج إلا بعد في الصور المذكورة. لماذا؟ لبقاء الأقرب على ولايته. وإنما يزوج للقاضي وطفله إذا أراد نكاحا من ليس لها ولي. نعم، امرأة ليس لها ولي القاضي يزوج، لكن هنا يريد القاضي أن يزوج، أو يريد القاضي أن يزوجها لطفله يعني لابنه الصغير. فإذا لو كان يزوج لابنه الصغير، من الذي يقبل هذا النكاح؟ والده، يعني والده هو القاضي. فإذا في هذه الصور كلها ينبغي أن يكون ولي آخر، فإلا يتحد الإيجاب والقبول في رجل واحد. ابن عم لو باشر نكاح يعني تزويج هذه المرأة أو المعتق، فإذا من الذي يقبل؟ هو نفسه. فإذا يكون الإيجاب والقبول من واحد، كذلك هنا في القاضي، إذا قاضي يريد أن يتزوج من ليس لها ولي،
فإذا يتحد في الإيجاب والقبول، لذلك يجب الاختيار، لذلك يزوجها قاضي آخر بمحل ولايته، إنما يزوج للقاضي قاضي آخر. أين يزوج بمحل ولايته؟ فإذا لا يكون في محل واحد قاضيا يعني، بل يكون في كل محل قاضي قاضي. فإذا هذا القاضي يذهب بهذه المرأة التي ليس لها ولي إلى محل ولاية قاض آخر، هكذا يذهب إليه، ثم بعد ذلك يزوج ذلك القاضي في محل ولايته باعتبار سائر الشروط. أي إذا كانت المرأة في عمله، يعني إذا كانت المرأة موجودة في عمل ولايته في محل ولايته ولاية القاضي الآخر، أو نائب القاضي الذي يتزوجه هو أو طفله. هذا نائب القاضي يعني ليس بالتوكيل، بل هذا نائب القاضي بالاستخلاف. فإذا هذا قاضي يستخلف رجلا آخر في محل ولايته، ثم بعد ذلك يتزوج يزوجها لهذا القاضي، ثم بعد ذلك يعزل نائبه بالاستخلاف، ثم يكون قاضيا ثم محكما. هذا آخر المراتب في الولاية، لو لم يكن قاض فمحكم، ثم إن لم يوجد ولي ممن مر فيزوجها، ممن مر هذا على الترتيب جميعا، ليس له ولا نسبة نسبا ولا ولاء ولا قاض، عندئذ يزوجها محكم. لماذا؟ المحكم بمنزلة الحاكم، هذا هو القاعدة عندنا، المحكم بمنزلة الحاكم إلا في ما استثني من المسائل، هو القاعدة عامة. فيزوجها محكم عدل، من يحكم؟ هذا الزوجة يعني المرأة، فهذا الزوج كلاهما يحكمان واحدا، من عدلا حرا، هكذا محكم عدل حر. ولته مع خاطبها أمرها ليزوجها منه، وإن لم يكن مجتهدا إذا لم يكن ثم قاض ولو غير أهل، وإلا ويشترط كون المحكم مجتهدا. فإذا ينبغي أن يكون المحكم عدل حر. ولته يعني فضلته، وكلته، فضلته، حكمته مع خاطبها أمرها، أمرها يعني أمر تزويجها. لماذا فضلت؟ ليزوجها منه يعني من هذا الخاطب، فإن لم يكن مجتهدا يعني لا يشترط في المحكم كونه مجتهدا. متى هذا؟ لو لم يكن في يعني محل عقده قاضي، لو كان في محل العقد قال فينبغي أن يكون المحكم مجتهدا. ثم ممكن أن يكون القاضي قاضي ضرورة ليس أهلا، نعم، عندئذ أيضا ينبغي أن يكون مجتهدا، محكم مجتهدا. هذا الذي قال وإن لم يكن مجتهدا إذا لم يكن ثم قاضي ولو غير أهل، ثم وإلا يعني إن كان ثم قاضي ولو غير أهل فيشترط كون المحكم مجتهدا. ثم ما معنى قوله مع خاطبها محكم عدل حر ولته مع خاطبها؟ هذا التولية يشترط معا، كلاهما يفضلان معا، يحكمان معا، هذه المعية ليس معناه ذاك، بل معناه ينبغي أن يفضل كلاهما أمرها إلى المحكم. هذا كما ذكر المصنف يعني في شرح الإحكام، ماذا قال هو؟ والمراد بقوله ولته مع خاطبها أنها ولته هي وخاطبها، هذا يظهر من قوله ولا يجوز تحكيم الفاسق مطلقا، ولا يكفي تحكيم أحد الزوجين، ولا يكفي تحكيم أحد الزوجين، هكذا ذكر في شرح الإحكام. فإذا وهذا الذي يريد بقوله ولته مع خاطبها، فإذا لا يكفي تحكيم أحدهما يعني الزوجة أو الزوج فقط، بل يحكمان هي، هكذا يعني بجميع التحكيمات، يعني كلاهما الخصمان يحكمان للتحكيم بينهما، للحكم بينهما، هنا أيضا هكذا. ثم قال شيخنا نعم، إن كان الحاكم لا يزوج إلا بدراهم ويأخذ درهم، بدون ذلك لا يزوج كما حدث الآن، فيتجه أن لها أن تولي عادلا مع وجوده،
على هو يأخذ الرشوة، فإذا يجوز لها أن تولي، يعني يجوز لهما أن توليها عادلا مع وجوده، يعني مع وجود الحاكم. فإن سلمنا أنه لا ينعزل بذلك على بأخذ المال، هل ينزل أو لا ينزل؟ فيه خلاف. فإن سلمنا أنه لا ينزل، يجوز للمرأة أن تولي عادلا مع خاطبها ليزوجها هكذا منه. ثم وإن سلمنا أنه لا ينزل بذلك بأن علم موليه ذلك منه حال التولية عندها، فهذا بأن علم، هذا صورة عدم الانعزال بأخذ الدراهم على حكمه. بأن علم موليه، مولي هذا القاضية، من الذي ولى؟ أهل العلم ولا قدي أو الإمام السلطان هكذا، ذلك منه، يعني أخذ الدراهم على الحكم منه من هذا القاضي حال التولية هكذا ولوا، فإذا لا ينعزل عندها. ثم ولو وطئ في نكاح بلا ولي، كان زوجت نفسها ولم يحكم حاكم بصحته ولا ببطلانه، لزمه مهر المثل دون المسمى. يعني هذا نكاح فاسد، في النكاح الفاسد يلزم مهر المثل لا يلزم المسمى، هذا لفساد النكاح. ويعزر به، يعني هذا الواطئ يعزر لأجل ارتكاب محرم. يعزر به من يعزر؟ معتقد تحريمه، يعني لو كان يعتقد تحريمه يعزر ويسقط عنه الحد. لماذا؟ لأن له شبهة النار. فإذا لو حكم حاكم فإذا النكاح صحيح وجب المسمى. فإذا لو حكم بالبطلان، لو حكم بالصحة فالنكاح صحيح وجب المسمى. فإذا لو حكم بالبطلان فهو زنا كذا، نكح واحدا ثم بعد ذلك حكم حاكم بالبطلان، بعد ذلك وطيع وهو زنا، يوجب الهدى لا يوجب المحرم. ثم ويجوز لقاضي تزويج من قالت أنا خلية من النكاح وعدة، أو طلقني زوجي واعتدت ما لم يعرف لها زوجا. هذا كأنه يعني قيد لما سبق، فيما سبق ذكر المسلم تصدق فيما في دعوى خلو بها عن النكاح والعدة، لكن بقيد. فهذا الذي قال يجوز لقاضي تزويج من قالت أنا خلية النكاح وعدة، أو قال قالت طلقني زوجي واعتدت، يعني تمت عدتي، متى؟ هذا ما لم يعرف لها زوجا معينا. يعني لو كان يعلم القاضي لها زوجا معينا باسمه أو شخصه هكذا أو بتعيينها له، عندئذ لا يجوز. وإلا أي وإن عرف لها زوجا باسمه أو شخصه، لا يعلم ما لا اسمه، بل لو رآه هو يعلم أن هذا فلان زوجها أو عينته أو هي عينته هكذا هو عرفه، عندئذ شرط إثبات لبراءته، شرط في صحة تزويج الحاكم لها دون الولي الخاص إثبات لبراءته. فراق كيف بنحو طلاق أو موت هكذا، فإذا هنا يجب الإثبات. فإذا هنا يعني مسألة ثانية، أولا قاضي لو كان يعلم معينا أو عينته يجب الإثبات، ثم هذا بالنسبة للقاضي. أما بالنسبة إلى الولي فلا يطلب الإثبات، بل لو ادعيت هو الولي الخاص يزوجنا. ثم إثبات لبراءته بنحو طلاق أو موت سواء غاب أغاب أم حضر. من هذا الزوج المعين عند القاضي باسمه أو شخصه، أو زوج عينته المرأة، لو كان إما غائبا أو حاضرا، إن كان يجب ثبوت براءته بالبينة. فإنما فرقوا بين المعين وغيره، يعني حينما يزوجها القاضي لو كان يعلم معينا يجب إثبات الفراق، وإلا لا يجب إثبات الفراق، بل يجوز له أن يصدقها بدعواها ويزوجها بدون الإثبات. فإذا ما الفرق بين المعين وغيره؟ إذا ما أن المدار العلم بسبق الزوجة وبعدم أو بعدمه حتى يعمل بالأصل في كل منهما، يعني سواء كان معين أو غير معين، علمت هناك الزوجية السابقة فالأصل بقاء هذه الزوجية. فإذا لو علم لو علمت زوجية زوج معين أو غير معين، فهذا العلم يقتضي إثبات فراقها بالبينة. لماذا؟ لأن الأصل يقتضي بقاء هذه الزوجية. فإذا ما الفرق بين المعين وغيره؟
نعم، لأن القاضي لأن لما تعين الزوج عنده باسمه أو شخصه تأكد له الاحتياط والعمل بأصل بقاء الزوجية. نعم، هكذا عند العلم تأكد الأمر، لذلك يحتاج إلى إثبات الفراق فاشترط الثبوت. ولأنها لما ذكرت معينا، هذا يعني عند تعيينها الذي سبق عند علم القاضي بزوج معين باسمه أو شخصه، ولأنها لما ذكرت معينا باسم العالمي كأنها ادعت عليه، كأن قولها دعوا على هذا الزوج يعني خلاف هذا الزوج، عندئذ يجب الإثبات عليه، بل صرحوا بأنها دعوا عليه، ليس أولا قال كأنها ادعت عليه ثم قال بل صرحوا بأنها دعوا عليه، يعني ليس هذا شبيه أشبه دعوة بل هو دعوة حقيقة، فلا بد من إثبات ذلك، بخلاف ما إذا عرف مطلق الزوجية من غير تعيين، يعني قاضي لم يعلم زوجا معينا بل يعلم مطلق الزوجية بما ذكر، يعني من غير تعيين بما ذكر يعني باسمه أو شخصه أو بذكرها باسمه، فاكتفي بإخبارها بالخلو عن الموانع، لماذا؟ لقول الأصحابي إن العبرة في العقود بقول أربابها، هذه عقود هي ربها هنا، وأما الولي الخاص الذي سبق الفرق بين مسألتين في القاضي يعني بين المعين وغيره، أما الولي الخاص سبق ذكر قولهم قول المسند دون الولي الخاص، هذا بيان، إذن أما الولي الخاص فيزوجها إن صدقها وإن عرف زوجها الأول من غير إثبات طلاق ولا يمين، بالنسبة إلى الولي لا حاجة إلى إثبات طلاق ولا حاجة إلى يمين، بل لو صدقها يزوجها، يصدقها يصدقها بقولها ودعواها ويزوجها، لكن يسن له هذا الإثبات، وإلا اليمين سنة الوقت كقاضي لم يعرف زوجها، للقاضي الذي لا يعرف زوجها بالتعيين لا يجب عليه ثبوت هذا الفراق بل يسن له. نعم، فإذا عند عدم الوجوب يسن للولي الخاص وللقاضي لم يعرف زوجها طلب إثبات ذلك. نعم، وفرق بين القاضي والولي، ما الفرق بين القاضي والولي؟ في القاضي تفصيل، في الولي ليس شيء من التفصيل، بل لا يشترط إثباته الطلاق ولا يمين أصلا، حيث وصل بين المعين وغيره في ذاك في ذلك يعني في القاضي دون هذا دون الولي، لأن القاضي يجب عليه الاحتياط أكثر من الولي، القاضي مأمور بالاحتياط أكثر من الولي لذلك.